صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا. اليوم رح كون عم بشتغل انا وياكم ستريتشنج اكسرسايزز، رح نكون عم نركز فيهم على عضلات الاجرين الهيب فلكسرز، رح نكون عم نشتغل كمان على عضلات الهامسترينج من ورا. رح كون عم بلش باول اكسرسايز يلي هو فرونت لونج بهالشكل. رح اقرب شوي بالهيب بهالشكل وعلي ايدي لورا. ناخذ نفس، اكسهيل اوت. كمان كده نرجع الاجر بعد اكثر، نقرب الورك لقدام. هون رح نكون كمان عم نعلق، نقرب الورك لقدام ومنعلق ايدينا لورا وتو ذا سايد. كمان سويتش سايدز، سايد. كمان ناخذ نفس، اكسهيل. ببقى بالنص شوي شوي، رح انزل بعمل ريتش للارض بايدي ركبين مطويين، ايدي لجوا بحس بستريتش بالانر ثايز. هولد تقريبا ل 30 ثانيه. شوي شوي بطلع بجلس ركبي، بحط ايدي على اجري، lift the chest up and bend the knees. بطلع rolling up. رح اشتغل كأني عم بنزل لونج. هون بهالطريقة رح كون عم ساعد حالي اعمل stretch للهامسترينج بطريقة صحيحة. من هون رح ارجع بالورك لورا وجلس اجري. hold، عم نحس ستريتش بكل هالعضلة. ناخذ نفس، اكسيل اوت. لما تكونوا عم تشتغلوا هيدا الاكسرسايز طويلين الظهر بهالشكل ما رح نكون عم نحس فيها بنفس الطريقة. ذاتس واي رح نكون عم نعيد الاكسرسايز على الجهة الثانية. انتبهوا كثير منيح شو عم نعمل. رح نكون عم بنزل هاف لانج، بطلع رجع الورك لورا، هيك بكون عم بعمل ستريتش اكثر للهامسترينج. هولد. رح نعيدها كمان مره لتحفظوها اكثر، كثير مهم هيدا الاكسرسايز. هاف لونج، برجع بالورك لورا، بجلس ركبتي هالمره. رح كمان زيد عليه ستريتش للباك، push to the front بإيدينا، lift yourself up، exhale. كمان half lunge، برجع بالورد بجلس push لقدام قد ما في، بحاول جلس ركبتي وبطلع exhale out. roll the shoulders، دايماً برموا الكتاف وريحوا الرقبة عطول بعد التمرين. كمان switch sides. آخر مرة بناخد نفس، exhale out. بهالطريقة بنكون خلصنا سيشن الستريتشنج لليوم. بنصحكم دايماً تعيدوا الاكسرسايزز على القليلة لثلاث جولات
كل جولة تكون 30 ثانية لتكونوا عم تستفيدوا أكثر من التمارين. بتمنى لكم ويك أند حلوة وبشوفكم بتمارين جديدة التمارين.